أما الحصار فنقولها بكل قوة وعنفوان، غزة هي من حاصرت، وغزة هي من ضيقت الخناق على من حاول حصارها. غزة لا تحاصر، وحماس لا تحاصر، وأبناء الكتائب لا يحاصرون، بل هم من يحاصر أعداءهم، وهم من كشفوا اللثام عن وجوه اللئام في كل ضربة وفي كل صولة. ما تقوم به موريتانيا من دعم وإسناد، وأؤكد على الجانب المالي، وكل هؤلاء المتخاذلين والمنافقين والأفاكين والذين يحاولون في كل مرة التشويش والتشويه، ويحاولون الضرب هنا والضرب هناك، موتوا بغيظكم، ولتحترق قلوبكم، واجلسوا في أماكنكم، تابعوا وراقبوا من خلف شاشاتكم، فإن الدعم مستمر، وإن المال في كل مرة سيزيد، وإن المقاومة في غزة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام مستمرة في قتالها وجهادها ونهجها. فموتوا بغيظكم، فأهل موريتانيا أكبر بكثير مما تظنون.